بالنسبه للذكرى المولد النبوي كان كلشي كيحتفل بها كاع المغاربه وكاع المسلمين الحمد لله. دابا داكشي ولا قليل مقارنه، حنا الحمد لله باقي كنحتفلوا بها والعائله وهذا، ولكن داكشي النسبه قليله ما بقاتش كما كانت الامور. كننصح على الناس كيمشيو عند الحباب عند الصحاب داكشي، ولا المهم غادي كل عام سبحان الله العظيم داكشي وكيقل. حنا مسلمين وبلاد مسلمه وحنا عيد مولد نبوي وتنفرحوا بالنهار اللي تزاد فيه الانبياء، والحمد لله هذا نهار كبير عندنا تنفرحوا به ونفرحوا به حنا وعائلاتنا والناس تتجمعوا تنذكروا الله عز وجل، وذكر الله ديما في قلوبنا ماشي غيكون هنا تيكون في قلوبنا الحمد لله. وتنتمناو الشعب المغربي يكون يدير هذا الذكر ديال الله عز وجل ويهز عنا هذا الوباء، وتنتمناو من الله يهز عنا هذا الوباء في هذا الشهر المبارك لزياده النبي. تنهنئ جميع المغاربه بهذه المناسبه ديال الذكرى ديال النبويه الشريفه، وطبيعه الحال المغاربه منذ كنا اطفال يعني عشنا واحد الذكريات جميله وتنعيشها الى يومنا هذا في هذه الايام الجميله. تيكون احتفال المغاربه يعني بشراء ملابس جديده، تحضير طعام يعني جيد وفاخر في هذا اليوم الكريم، تيكون تزاور ما بين الاسر والتهنئه المشتركه. وطبيعه الحال يعني الحمد لله يعني المغاربه منذ القديم كان حرص كبير على فهاد الايام المباركه تتم يعني مشاهده المسلسلات الدينيه تتذكر بالهجره النبويه وبمجموعه ديال الاخلاق ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. والمطالب منا فعلا اننا نوقفوا هذه الوقفات باننا فعلا خصنا نزيدوا نتشبثوا اكثر بالاخلاق ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، وحنا نعرفوا بهذه الاخلاق ديالو الانسانيه جمعاء، لان الانسانيه جمعاء الى تعرفوا على هذا النبي بطبيعه الحال غيقدروه اكثر، وغادي بطبيعه الحال عدد منهم كثير ربما انه الحمد لله قد يدخل حتى لهذا الدين ديالنا ولا الاسلام ديالنا. كنهني المغاربه والمسلمين جميعا في جميع انحاء العالم ماشي بالضروره المغاربه ولا العرب بهذه المناسبه ديال ذكرى المولد النبوي الشريف. كنتمنى لهم سنه طيبه، وكنبغيهم ان شاء الله يتمسكوا بهذه الاخلاق ديال الاسلام ويكونوا مفتخرين بهذه الديانه هذه، ويكون عندهم حسن المعامله والخلق ونستافدوا من داكشي اللي وصلنا به الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الذكرى باش نحييو هذوك الصفات ديال المسلم الحقيقي، ماشي بالضروره داكشي اللي كيسمع الناس على الاسلام وكيخافوا عليه. وجات مع هذه المناسبه هذه ديال داكشي اللي طارين ان شاء الله في فرنسا، كنحاولوا ان شاء الله حنايا نوريوهم الصوره الحقيقيه ديال المسلمين وديال السمعانيد ديال الرسول صلى الله عليه وسلم اللي وصانا بالحب وبالمساواه وبالعدل وبجميع الصفات الطيبه اللي هما كيتمناو يوصلوا لها ان شاء الله. اخيرا تنهنئكم ونهنئ جميع المغاربه بهذه المناسبه، وتنطلب الله سبحانه وتعالى يوفقنا واننا فعلا نكونوا في مستوى ديال القدوه ديالنا الرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، وصدق الله العظيم وشكرا. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.